تعالوا مع بعض ناخد مزيد من الأمثلة. عايزين نعمل برنامج يحسب لنا قيمة الدي اللي قدامنا دي، حيث أن الدي بتساوي A زائد B على C. هنروح في الفورتران وهنجيب ملف، جبنا ملف جديد وهنكتب له read أستريك كوما أستريك A كوما B كوما C. لأن احنا لو رجعنا هنا هنلاقي أن الدي عندنا هو المخرج والـ A والـ B والـ C هم المدخلات. هنيجي هنا نحسب له قيمة الدي، هنقول له الدي بتساوي A زائد B على C، وهنيجي هنا نقول له رايت أستريك كوما أستريك قيمة الدي ستوب وإنت. ممكن واحد يقول احنا عايزين في الأول يدينا رسالة عشان أعرف هو عايز إيه، هكتب له هنا رايت أستريك كوما أستريك وبين سنجل كوتيشن هكتب إيه، هقول له بليز انتر the three numbers. وممكن اجي هنا قبل الدي واكتب له جملة برضو نصية الطبع، اقول له دي ايكوال، انا اخبرنا من الحدة دي كويس جدا، انا بقول له رايت يعني هيطبع دي ايكوال دي بين اتنين سنجل كوتيش، بدي طلع شاشة زي ما هي، بدي رسالة اعتراضية، يبقى طلع شاشة دي ايكوال. طيب كوما للفصل بين الاشياء وبعضها، وبعدين الدي، الدي مش بين سنجل كوتيشن، بفهم ان هي ايه، ان هي فاريبل، فهم يطبع لي قيمتها. تعالوا نحفظ الملف ده وهنقول له بروجكت كومبايل بروجكت بيلد زيرو ايرور زيرو وارنينج. تعالوا نشغل كده زيرو اكسكيوت انتر، بليز انتر ذا ثري نمبرز، الرساله اللي احنا كتبناها عشان تطلع لنا. هنفترض ان الـ A بـ 4 والـ B بـ 6 والـ C بـ 2، هنلاقي قيمة الـ D طلعة بـ 7، في حين ان احنا لو رجعنا تاني وشفنا الـ A بـ 4 والـ B بـ 6 والـ C بـ 2، 4 و 6 10، 10 على 2 فيها الخمسة، طب ليه طلعت لي 7؟ لان يعني احنا لما جينا كتبنا البرنامج كتبنا له، لو رجعنا قلنا له ويندو، هنا هنلاقي ان احنا كتبنا له الصيغه دي غلط. المفروض هنا نحط قوسين عشان يفهم ان هو يجمع الاول الايه مع البي وبعدين يساويهم على الايه؟ على السي، لان طبعا هو عنده حاجه اسمها بريورتي، يعني في اولويات للعمليات، عمليه القسمه مقدمه على عمليه الجمع. فانت لو سبتها من غير اقواس ايه اللي هيحصل؟ هيقسم البي على السي، فقسم الستة على الاثنين للثلاثة وجمع الثلاثة على الاربعة اديت 7. لكن كده يبقى كده شغلنا مظبوط. هنرجع تاني نحفظ المسألة دي ومن قيمة البروجكت هنقول له كومبايل، من قيمة البروجكت هنقول له بيلد، من قيمة البروجكت هنقول له اكستريوت اللي هو عاطف 2، هيقول لي دخل 2 نمبرز، هقول له 4 و 6 و 2، طبع لي قيمة الـ D equal 5، ويبقى كده البرنامج بتاعي مظبوط. تعالوا مع بعض ناخد مثال كمان على هذه البرامج. في مثال تاني، عندي مثلث قائم الزاوية وعايزين نجيب طول الوتر. عارفين طبعا من قاعدة فيثاغورس ان السي بتساوي جذر التربيعي لـ A تربيع زائد B تربيع. هنيجي في الفورتران ونجيب ملف جديد، هنبدأ نكتب ايه الحاجات المطلوب ان احنا ندخلها، الـ A والـ B، واللي عايزين نطلعه هو الـ C. يبقى احنا هنيجي هنا هنروح كاتبين له read asterisk كوما asterisk A كوما B، وهنيجي تحت نقول له write asterisk كوما asterisk كنت C. الحساب هنا بقى هنكتبه ازاي؟ ناخد بالنا في الحته دي كويس جدا. انا عايز اقول ان السي بتساوي A تربيع زائد B تربيع تحت الجذر. في ممكن احنا نقول له ان هي عباره عن A تربيع زائد B تربيع الكل قص نص. خد بالك معايا، لما اجي اقول A تربيع علامه التربيع بعملها زي او القص، هكتب له A واحط 2 استريك ورا بعض. يبقى 2 استريك ورا بعض تعني ايه؟ تعني اس، استريك واحد تعني الضرب، يعني لو قلت له ايه استريك 2 معناها ايه مضروبه في 2، لكن لو قلت له ايه دبل استريك 2 معناها ايه اس 2، طب ايه دبل استريك 3 معناها ايه اس 3، يبقى كده يبقى دي معناها ايه اس 2 زائد بي
اس 2. يبقى انا كده بقول ان السي بتساوي ايه؟ اس 2 زائد في اس 2. ممكن اجي بقى احط على القوس كل دبل استريك واكتب له نص، يبقى دي معناها ان السي بتساوي ايه تربيع زائد بي تربيع الكل اس نص. في ده اللي ممكن تريحني من الكلام ده، هنكتبه بعدين نمسح جون فوق. ممكن نقول له السي بتساوي دول القوسين اللي هكتبهم ايه تربيع زائد بي تربيع. في ده اللي بيجي لي الجذر بكتبها في الاول اللي هي سكويرد، ودي اختصار سكوير روت. يبقى اما اكتب له الجمله بتاعتي اقول له ان السي بتساوي ايه تربيع زائد بي تربيع كل اس نص، او اقول له ان السي بتساوي سكويرد جذر التربيع بتاع مين؟ بتاع اللي بين القوسين اللي هو ايه تربيع زائد بي تربيع. ممكن بقى نلغي ديا ونشتغل على اللي تحت، لان اللي تحت طبعا افضل شويه من اللي فوق واسرع. هنيجي بقى في الاخر نكتب له زي ما اتعودنا ستوب وان. طبعا ممكن واحد يعوز يقول انا هكتب له هنا جمله عشان تظهر له على الشاشه، هقول له انتر ذا لينث اوف تو سايدز، دخل لي الاطوال بتاعه الضلعين، واجي هنا اقول له سي ايكوال وبرضه كما. يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيديني الرساله انتر ذا لينث اوف تو سايد اوف تو سايدز، وبعدين هيجي هنا يقول له ريد اي كوما بي، هيقرا لي قيمه الاي والبي من على الشاشه، وبعدين هيحسب لي قيمه السي اللي هي جذر التربيع الاي تربيع زائد بي تربيع، وهيجي هنا يكتب لي سي ايكوال دي بين سنجل كوتيشن هتطلع على الشاشه زي ما هي، وبعدين يكتب لي قيمه السي ستوب وان. تعالوا نحفظ المساله دي البرنامج ده، وتعالوا نبدا نشغله كومباين بيلد اكسكيوت. ادينا السؤال اللي احنا قلناها ذا لينث انتر ذا لينث اوف تو سايدز، هنيجي نقول له 3.4 هيروح مديني السي بكام؟ ب5، وده المثلث اللي كلنا عارفينه اللي هو المثلث 3 4 5. يبقى احنا كده عملنا برنامج ظريف علشان يجيب لي طول الوتر. هنيجي ناخد كمان مساله بس هي صعبه شويه. عايزين نجيب الجذور بتاعه المعادله اللي من الدرجه الثانيه اللي هي المعادله الاي اكس تربيع زائد بي اكس زائد سي ايكوال صفر. عايزين نجيب قيمه الاكس 1 والاكس 2. طبعا كلنا عارفينه اكس 1 و2 ايكوال ناقص بي بلس اور ماينس جذر تربيع البي تربيع ناقص 4 اي سي على 2 بي. تعالوا مع بعض نكتب البرنامج ده مع بعض كده في الفورتران. اول حاجه ايه المدخلات المطلوب ان انا ادخلها؟ الاي والبي والسي، وايه المخرجات اللي انا اطلعها؟ اكس 1 واكس 2. هنا طبعا في مخرجين مش مخرج واحد. طب تعالوا نشوف مع بعض. هنجيب ملف جديد وهنبدا نقول له ريد استريك كوما استريك اي كوما بي كوما سي. عايزين نطبع قيمه الجذرين. طبعا ممكن ان احنا نطبع قيمه الجذرين في جمله واحده، وممكن واحد يقول طب ما انا ممكن احسب الاول القيمه اللي تحت الجذر دي اللي هي البي تربيع ناقص 4 اي سي اللي احنا بنسميها المميز، وبحيث بعد كده تساعدني في الحسابات بتاعتي. يعني نيجي هنا نحسب متغير وسيط اللي هو دي اللي هو بيساوي بي تربيع ناقص 4 اي سي. ناخد بالنا 4 اي سي كده ما تنفعش، لازم نقول 4 في اي في سي عشان يفهم هما مضروبين في بعض، عشان يفهم ان هما مضروبين في بعض. يبقى انا كده سميت البي تربيع ناقص 4 اي سي دي سميتها سميتها دي. هنيجي بعد كده عايزين نرسم قيمه اكس 1، هنيجي نقول ان اكس 1 ايكوال ايه؟ طبعا لازم هنفتح قوس كبير للبسط، فهنفتح قوس ونقول ناقص بي زائد سكوير دي اللي هي في القوس بتاع البسط مقسوما على 2 في اي. طب اكس 2 هتساوي برضو افتح قوس بتاع البسط ناقص بي ناقص سكوير دي واقفل القوس بتاع البسط
على وبفتح قوس المقام لان المقام برضو اكتر من مقدار. يبقى انا عملت ايه؟ قلت حسبت قيمه الدي اللي هي قيمه المميز اللي هي بي تربيع اللي هي تحت الجذر اللي هي بي تربيع ناقص 4 اي سي، وجيت حسبت اكس 1 قلت بتساوي ناقص بي زائد سكويرت دي، وطبعا قفلت قوس بتاع البسط قسمت الكلام ده على 2 اي، وقلت ان الاكس 2 بتساوي ناقص بي ناقص سكويرت دي مقسومه على 2 اي. ما كانش ينفع طبعا ان انا احسب اكس 1 واكس 2 في نفس الخطوه لان الخطوه بتحسب لي فاريبل واحد بس. هاجي هنا طبعا اكتب بقى ايه، اكتب هنا استريك كوما استريك، اكتب له اكس 1 كوما اكس 2، وهنا اكتب له ستوب واند. واحد يقول احنا عايزين نزود هنا جمله اللي هي جمله الرايت الاولانيه عشان نعرف احنا عايزين ايه، هنقول له انتر ذا كوفيشنت اوف equation coefficients. يبقى مطلوب هنا ان هو يدخل لي الايه الكوفيشنتس اوف equation اللي هي السكند المعادله التربيعيه اللي من الدرجه الثانيه. برضه ممكن يجي هنا لما يجي يطبع لي انا مش عارف مين اكس 1 ومين اكس 2، فاللي يحصل ان انا اكتب له اكس 1 ايكوال كوم، واجي هنا اكتب له اكس 2 ايكوال كوما. يبقى اللي هيحصل هنا لو خدنا بالنا هو هنا هيعمل ايه؟ هيطبع لي بين سنجل كوميشن بين زمن اعتراضيه ويطبعها عشان زي ما هي، يبقى هيطبع لي العشاشه هنا اكس 1 ايكوال، وبعدين يختار لي قيمه اكس 1، وبعدين يجي هنا يقول لي اكس 2 ايكوال برضه يرسل لي على الشاشه، وبعدين يطبع لي قيمه اكس 2. تعالوا نحفظ كده المساله دي. بروجكت كومباين ما فيش وورنينج ولا ايرور، بيلد بروجكت اكسكيوت. بيقول لي دخل الكوفيشنتس بتاعه الايكويشن. لو انا جيت دخلت له الكوفيشنتس اللي عندنا مثلا 4.6 ناقص 5، هندوس انتر راح مطلع لي اكس 1 بقيمه واكس 2 بقيمه، بس طبعا واضح ان اكس 2 لازقه شويه في قيمه اكس 1، فانا ممكن ارجع تاني هنا وابعد اكس 2 اديها شويه مسافات كده بحيث ان اللي هيطبع لي لما كان بيطبع اكس 1 ويطبع لي قيمه اكس 1 يبقى اكس 2 لازقه فيها، لا ده انا هخلي جوه الرساله الاعتراضيه اللي هتطلع في مسافات فاضيه عشان تفصل لي ما بين اكس 1 واكس 2. تعالى نيجي نسيف تاني وبروجكت كومبايل بروجكت بيلد بروجكت اكسكيوت. هيقول لي دخل الكوفيشنتس بتاعت الايكويشن، هنكتب له كوفيشنتس 1 وناقص 1 او 1 و1 وسالب 12، هندوس انتر راح مديني قيمه اكس 1 ب 3 واكس 2 بسالب 4. طبعا في فراغ بين علامه تساوي و قيمة الفاريبل اللي بعديها دي هنتغلب عليها بعد كده ان شاء الله تعالى. يبقى كده قدرنا ان احنا نعمل برامج حتى يكون فيها شوية العبكة شوية، وعرفنا ان ممكن ان احنا نعمل متغيرات بسيطة عشان تسهل لي المسألة بتاعتي.